اوكي يا حبايب، اكيد كلكم سمعتوا قصة الطفريان وشلون توفى الله يرحمه يا رب. طبعا للاسف يا حبايب، الله يرحمه يا رب والله يجعله طيور من طيور الجنة. على كل سوى مقابلة ويا الام، والام طلعت تبكي، الله يصبرها يا رب. شي كلش حزين راح اطلكم اياه. شوفوا يا الحمد لله الحبيبة، الله يرحم والديكم، الله يقام معكم، الله يقام معكم، الله يصبرنا ويصبر المسلمين كاملين على الدرير هذا، الله يصبر يمه وبابا، يمه وبابا الحبايب يمشوا بعض يتماع وخرابين، عمرهم طلعوا الطيارة وطلعوا فيها دابا، الله يرضى عليها، غامي خرجتي من الحفرة الحمد لله يا ربي، غامي خرجتي من الحفرة الحمد لله، يجيو ويطمروا ويطفي النار ويشوفونا حجروا، وحنا نطلعوا الله يردونا ونشوفوا خايطة الصورة ديال الوجه، نشوفوا خايطة الصورة ديال نطفيو النار، الحمد لله. ارحم الوالدين شكرا، والله يرحم سيدنا ويعطينا الخير ويعطينا الصبر احنا وانتوما وجميع المسلمين، الله يرحمه ويصبرنا الخانة مساكن وخت مرات خانة وكل شيء العائلة كلها، وشكرا انتم وقفتوا معنا، الله يرحمكم الوالدين. يا ربي الله يرحم والديك، بارك الله فيك، الله يرحمه والله يرضى عليها الشيء اللي كان كتاب العيش في الدنيا، والله يرجع باباه وماماه على خير وعوض له الشيء اللي كاين كامل،